ما زلنا معاكم جون 2011 بيبر 3 فالنت 1 والسؤال التاسع بي بيقول لي at the instant when the coil is vertical the springy contacts do not in fact make contact with the ends of the coil. Describe and explain what happens to the coil. تعالوا نفهم الموضوع ده ايه. حبيبي هو لما جه كلمني على الرسمة دي قال لي ان الكويل كده هوريزونتال تمام؟ فشايفين وضعيته ازاي وهو هوريزونتال؟ طيب شايفين هنا انا عايزك تركز في الحتة دي. شايف ازاي ان اول الكويل واخر الكويل لامسين السبرينجز اللي هي سبرينجي كونتاكتس؟ شايفين ازاي لامسينهم؟ طيب مش احنا قلنا ان ده كده هينزل لتحت فبالتالي الكويل هيلف كلوك وايز صح ولا لا؟ تمام؟ الكويل اتفقنا ان هو هيلف كلوك وايز من السؤال اللي فات تمام؟ طيب تعال نبص بقى لما يلف ايه اللي هيحصل. لما يلف يا اولاد خلاص ده هيلف لتحت وده هيلف لفوق بيبقى ده ايه كلوك وايز. هيجي في وضع هيكون فيرتيكال زي ما احنا شايفين الوضع ده كده فيرتيكال تمام. يبقى ده الوضع الكويل هوريزونتال وشايفين شايفين ازاي بي سي هنا هوريزونتال شايفين ازاي هنا بي سي فيرتيكال. لما الكويل بيكون فيرتيكال يا اولاد زي ما انتم شايفين ازاي الكويل مش لامسين البطاريه. ما هي السبرينجي كونتاكتس دي هي بتاعت البطاريه هي اللي بتغذيه بالكهرباء. هنا اهو لامسين شايفين لامسين ازاي انما هنا مش لامسين. الله طب معنى الكلام ده ان مفيش كارنت في الكويل امال مين اللي هيزقه؟ فهو ده سؤال الراجل هو ده سؤال الراجل بيقول لي describe and explain what happens. والله انا بقول هو واخد اوريدي زقه يعني هو الكويل لما كان هوريزونتال واتزق لتحت لما الفورس راحت لما خلاص لما فصل لما الكرنت فصل والفورس راحت ده مش معناه ان الكويل هيتوقف. في حاجه اسمها الانيرشيا. انت لما حد بيجي يزقك زقه مثلا وبيشيل ايده انت بتفضل تكمل لان الفورس مش تاثيرها جاست ساعه ما الفورس موجوده تمام. دي اسمها انيرشيا اللي هو ايه اللي هو انك تفضل مكمل شويه بتاثير الفورس اللي كانت عليك. طيب دلوقتي الكويل ده مش مزقوق لتحت وده مزقوق لفوق يعني هيلف كلوك وايز. طب هو وانس ان الفورس راحت يبقى خلاص ولا هيكمل سنه؟ فهنبص نلاقي هنقول والله الكويل هيكمل دوران بحاجه اسمها الايه الانرجي لغايه ما يرجع تاني ده يلمس ده وده يلمس ده وهكذا يفضل يلف بفعل الفورس. طبعا احنا عشان يكون في فورس لازم يكون في كارنت تمام. هات الكويل هيكمل لفته اللي هي الانتي كلوك وايز لغايه ما يرجعوا تاني دول يلمسوا لنفس الوضعيه هنا وياخد زقه كمان ويكمل لفته. فهنقول له بكل بساطه عشان نجاوب هذا السؤال هنقول له continues turning in the same direction by inertia طبعا ما كملش until the springy contacts touch the ends of the coil again until they touch the ends of the coil again تمام. تعالوا نشوف المارك سكيم هنا كاتب ايه في القصه دي. المارك سكيم كاتب هنا اهو continuous moving هيكمل لفته عادي. انا عارف مفيش كارنت مفيش فورس بس اوريدي هو واخد زقه تمام. ما تقولوش ريفرس ما تقولوش other direction. طب الدرجه الثانيه على ايه؟ idea of moving things continue moving فكره ان انا ايه ان انا لما بكون واخد زقه اوريدي بكمل اللفه بتاعتي او بكمل بفعل الزقه مش جاست مش خلاص ساعه الزقه وخلاص. reference to newton's laws مش يعني هنا كده هنتطرق لموضوع خارجي. reference to momentum kinetic energy inertia هي دي الانرشيا اللي احنا قلنا عليها. not reference to force still acting ما تقولوش والله الفورس لسه موجوده لان هي اوريدي الفورس راحت هي جاست تاثير الفورس اللي لسه موجود انما الفورس نفسها ايه مش موجوده تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي والله الراجل بيقول لي suggest one change that could be made to increase the speed of the motor. طبعا اشهر احنا دارسين كذا تشينج اشهرهم احنا قلنا use stronger magnet use stronger battery كل الحاجات دي هتخلي الموتور يلف اسرع. بينا نبص على المارك سكيم اي الحاجات جميله 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 نقدر نستفيد منها. اولا more turns ازود عدد اللفات اللي في الكويل. احط ايرون كور قلب حديد ما خليش الكويل كده على الهوا زي ما احنا شايفين بالشكل ده شايفين الكويل ازاي على الهوا. لا احط في جوه هنا قلب حديد تمام ايرون كور. increase current زود قوه البطاريه. stronger magnet دي اللي قلناها. smaller air gaps وانت لما تيجي تلف عدد لفات تخلي اللفات قريبه من بعض.
curved poles. ايه curved poles دي؟ تعال نشوف ايه curved poles دي. شايفين يا اولاد هنا ال poles flat ازاي؟ انا عايز اظبط ال poles بحيث تمشي مع اللف، مش ده هيلف في دورية كده تمام؟ انا عايز ماجنت يكون واخد نفس curvature اللفة، يكون واخد نفس كيرفتشر الايه؟ اللفه. ده هيزود عدد الماجنتيك فيلد لاينز اللي في المنطقه دي، فبالتالي يزود عدد قوه دوران الموتور. ايه كمان؟ مور افيشنت براشز، استخدم مور افيشنت براشز. لو حضرتك رجعت درس الموتور هتعرف ايه هي الكربون براشز. بولز كلوزر، اقرب البولز بتاعت الماجنت كلوزر. يوز سبليت رينجز كومبيوتر، المفروض حضرتك تكون مذاكر كويس قوي الكومبوننتس بتاع الموتور وتعرف ايه هو السبليت رينجز كوميتيتور. كل دي حاجات بتزود التأثير الدوران بتاع الموتور.